بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في حلقتنا النهاردة. نتناول فيها الكلام عن فضل قراءة سورة التوبة في القرآن الكريم. وعن فضل قراءة سورة التوبة أولا، هي واحدة من السور المدنية التي تقع في الجزء الحادي عشر من القرآن الكريم. وعن فضل سورة التوبة أنه من قرأ سورة التوبة يقبل الله توبته كما يقبل من آدم وداود، واستجاب دعاءه كما استجاب لزكريا، وله بكل آية قرأها مثل ثواب زكريا عليه السلام. وفيها الكثير من الآيات التي وجهت للمؤمنين المهاجرين، وذلك تكريما لهم وثناء عليهم من أجل تركهم أوطانهم حبا وطاعة لله سبحانه وتعالى ولأوامره. وعن فضل سورة التوبة أنها لها فضل كبير في الرقية، وسميت سورة التوبة لأنها كانت آخر ما نزل من القرآن على الرسول، وبما أنها النداء الأخير للبشرية أراد الله سبحانه وتعالى بعد أن فضح الكفار والمنافقين والمتخاذلين وحذر المؤمنين، كان لابد أن يعلمهم أن باب التوبة مفتوح، فعليهم بأن يعجلوا بها. فسبحان الذي وسعت رحمته كل شيء وسبقت رحمته غضبه. في نهاية حديثنا عن فضل قراءة سورة التوبة في القرآن الكريم، ما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.